في تسهيلات كتير بيتم العمل عليها لدعم المنتجين والحرفيين، وده ظهر من خلال زيادة الحرفيين على منصة أيادي مصر، واللي وصل عددهم الإجمالي لأكثر من 1450 حرفي، وكمان زيادة المنتجات لأكثر من 6300 منتج يا شاسل. عايزين نعرف طبعا تفاصيل اكتر عن هذا الموضوع. معانا الدكتور خالد قاسم، معاون وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره. يا دكتور صباح الخير. اهلا استاذ محمد، صباح الخير على حضرتك. طبعا لو في عايزين نعرف من حضرتك، نفهم اكتر عن هذه المبادره، ما تشتمل عليه مبادره ايادي مصريه، وكمان ايه ابرز ما تستهدفه هذه المبادره؟ يعني هي مبادره ايادي مصر مبادره قامت بشراكه استراتيجيه ما بين على مدار الثلاث سنوات الماضية ما بين وزارة التنمية المحلية وصندوق الأغذية العالمي وإي أسواق اللي هي إحدى شركات إي فاينانس. هذه المنصة منصة متكاملة، بمعنى أنها تسويق إلكتروني المنتجين أو صغار المنتجين على مستوى جمهورية مصر العربية بيسجلوا فيها. طبعا عندنا 27 وحدة في 27 محافظة مصرية. هذه الوحدات بتقوم تحت إشراف السادة نواب المحافظين، بتقوم الوحدات دي بتدريب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية بإن هم إزاي يسجلوا على المنصة، إزاي يتم تصدير المنتجات بتاعتهم بشكل حرفي عالي، ثم بعد ذلك بيفتحوا حساب. هذا الحساب بيخش عليه مباشرة قيمة المدفوعات، وبالتالي احنا كلنا بنخش على منصة ايادي مصر، بنختار المنتج، بنعمل عليه امر شراء، المنتج بيغلف ويعبأ ويوصل لي على البيت، والدفع بيبقى بشكل الكتروني. طبعا دي تعتبر سوق مفتوح، بالاضافة الى المعارض اللي الوزارة بتشرف عليها في المحافظات المصرية بشراكة استراتيجية مع شركاء التنمية الموجودين على أرض المحافظات المصرية، وبالتالي ده شكل من أشكال الترويج للمنتجات لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية في السبع. طبعا لو جينا بصينا طيب آليات تمويل أصحاب هذه المشروعات، عندنا برنامج التنمية المحلية والبشرية مشروع. خلينا نقف هنا ونشوف ايه الفرق ما بين ايادي مصريه ومشروعك. الاثنين مبادرات والاثنين موجودين وبيشترك فيهم الحرفيين، ايه الفرق بينهم؟ طبعا ايادي مصر هي منصه متكامله لعمليه التسويق الالكتروني للمنتجات التي يتم تمويلها من خلال اليات تمويل زي برنامج التنميه المحليه والمجتمعيه والبشريه مشروع، واللي تم تدشينه في الربع الاول من 2015. والنهارده هذا بشراكه استراتيجيه مع 6 بنوك وطنيه من خلال 260 مقر لمقرات مشروعك بالمحافظات المصريه، زائد المقر الرئيس للمبادره بالعاصمه الاداريه في ديوان عام وزاره التنميه المحليه. طبعا بشراكه استراتيجيه زي ما قلت مع 6 بنوك وطنيه، احنا النهارده لغايه النهارده ممولين حجم تمويل 26.8 مليار جنيه مصري ل 206,000 مشروع، ساهمت بشكل مباشر وغير مباشر في توفير فرص عمل تتجاوز 1.6 مليون فرصه عمل. طبعا بيجي المحافظات، لو جينا بصينا على المحافظات هنلاقي مثلا محافظات صعيد مصر يعني احتلت حوالي 104,000 مشروع باجمالي قروض 14 مليار جنيه خلال عمر المبادره، ووفرت فيه حوالي 996,500 فرصه عمل. عشان كده معالي الوزير اللي هو هشام امنه وزير التنميه المحليه اكد على برنامج مشروعك الزملاء بالتسهيل كمان و تقديم الدراسات الجدوى المبدئيه لاصحاب الافكار، بحيث ان هو كذلك مقرات مشروع الزملاء العاملين فيها يتم تدريبهم وتاهيلهم على الخدمات الفنيه اللي ممكن يقوموا بيها، وده بيتم بشراكه استراتيجيه مع جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه وشركاء التنميه الاخرين. عظيم. دكتور الاقبال عامل ازاي؟ وكمان عايز اسال عن الفئات العمريه اللي بتقبل على مثل هذه المشروعات، سواء مشروعك او ايادي مصر، وكمان هل الولاد ولا البنات اكثر اقبالا على هذه المشروعات؟ يعني طبعا الفئات الشبابيه، طبعا مشروعك مفتوح طبعا
بالنسبة للمتقدمين والمتقدمات. طبعا هنلاقي انه بالفعل يعني المرأة يعني لها وجود متميز على مستوى مشروع، كذلك على مستوى صندوق التنمية المحلية، وده رافد تاني من روافد التمويل على مستوى الوحدات المحلية اللي موجودة في المحافظات المصرية. خليني أقول كمان أن صندوق التنمية المحلية بالنسبة للمرأة مفتوح حتى سن 60، بالنسبة للشباب والرجال لغاية سن 55، وطبعا دي قروض بتبقى متناهية في الصغر تصل إلى حتى 60,000 جنيه، ودي لمشروعات سواء مشروعات غذائية أو مشروعات زراعية أو غيرها من المشروعات الحرفية اللي هي زي السجاد وغيرها من المشروعات والمأكولات، واللي بتساهم بشكل حقيقي في زيادة المعروض السلعي من جانب، ومن جانب ثاني بتساهم في تشجيع فكر ريادة الأعمال إن يكون عندك ناس عندها مشروعات، وبالتالي حضرتك بتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في زيادة فرص العمل الحقيقية اللي ممكن توفيرها على أرض الكرة والكفور والنجوع اللي موجودة في مصر. طيب ميزة المشروع وإن هو يعني في منصة إلكترونية إن كتير من أماكن مختلفة يقدروا إنهم يشاركوا، أكتر المحافظات اللي استحوذت على نصيب الأسد أو النسبة الأكبر الاستفادة من المبادرة دي؟ كل المحافظات المصرية قاطبة، يعني إحنا معرضنا في الجيزة الأسبوع اللي فات، في الاسبوع في بدايه الاسبوع ده كان في القليوبيه، قبليه كان في الشرقيه، قبليه كان في الاقصر، قبليه كان في اسوان. حضرتك المعارض مستمره بشكل تقريبا اسبوعي لمنصه ايادي مصر وللمنتجات التراثيه والحرفيه. خليني اقول لحضرتك ان حجم المبيعات متنامي، دليل على ذلك ان حجم المنتجات وصل ما يفوق 6400 منتج، حجم المنتجين وصل الى حجم كبير من المنتجين المشتركين والمؤهلين ان هم يبيعوا لحضرتك السلع اللي هي بتقوم على الفكره التراثيه والحرفيه، يعني خشب السرو مثلا اللي بيصنع منه ادوات المطبخ والحاجات الهاند ميد مثلا، دي حاجه مهمه جدا، الحاجات الخاصه بالشيلان وغيرها وغيرها وغيرها، والمنسوجات اللي هي مطعمه ما بين الفضه وما بين الحرير، طبعا لاهلنا في اخميم واهلنا في التلي، طبعا في صعيد مصر. خليني اقول لحضرتك برضو مجمع الاساس في طهطه والمنتجات بتاعتهم، يعني هو بالفعل يعني المحافظات المصريه كل محافظه عندها فرص تنافسيه وميزه بتطل بيها علينا على المنصه، وعشان كده ادعو حضرتك ان انت تعرضي منصه ايادي مصر وتخشي على المنتجات، حتى كمان الاسعار بتاعتها اسعار تنافسيه، يعني انا شخصيا اشتريت منها يعني. فخليني اقول لحضرتك انه فعلا هي دي منصه كل يوم حجم المنتجين وحجم المنتجات كمان بتزيد عليها، واحنا كمشترين هتفتحي حضرتك هتلاقي على المنصه حجم المتعاملين والمتعاملات كشراء، يعني هتلاقيه ان هو كل يوم في زياده، وده زي ما بقول لحضرتك ان هو بيشجع على فكر رياده الاعمال، وده يعني بيخلينا ان احنا رايحين فعلا على مدركات 2030 ان احنا نشتغل على تحقيقها كفكر تخطيطي شامل على مستوى الدولة المصرية فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية في الصغر. عظيم. خلينا بقى نعمل دعاية غير مباشرة يا دكتور، اشتريت ايه؟ حضرتك بتقول حضرتك بنفسك اشتريت ايه بقى يا ترى؟ أكثر حاجة كانت مميزة كانت معروضة على المنصة. اشتريت حضرتك شال هاند ميد، واشتريت طبعا للمدام طبعا، واشتريت منتجات خشب السرو دي كمنتجات عباره عن معالق كبيره ومعالق صغيره وبعض المنتجات الاخرى. خليني اقول لحضرتك انا اتفاجئت بجوده هذه المنتجات لاني كنت في الفلبين يعني من كام سنه واشتريت الحاجات اللي هي خاصه بالرابر وود والحاجات الهاند ميد دي، فانا لما الاقي النهارده في مصر حاجات تضاهي هذه الحاجات واعلى كمان في الفينشنج وفي الكواليتي، ده حاجه لازم احنا نستفيد منها اولا كمستهلكين، ولازم نستفيد منها اولا كناس بتشجع على صناعه وطنيه. لما اخواتنا البنات والشباب والرجال اللي شغالين على ده، عايز اقول لحضرتك في محافظات مصر في الكره والكفور والنجوع خلايا نحل
من المنتجين. عشان كده انا لما بروح وبشوف الناس بوصيهم دايما ان كل معلم يطلع من تحتيه 3-4 نظام التلمذه الصناعيه بتاع زمان ده، نرجعه بشكل حرفي وبشكل فني. عشان كده زملائي في برنامج مشروعك لما بيجيبوا الزملاء القائمين على المقرات اللي موجوده في المحافظات المصريه اللي هم حوالي 260 مقر، دول بيتم تدريب هؤلاء الزملاء والزميلات على ان هم يشجعوا بفكر مؤسسي مدروس، بحيث ان احنا كل فتره بيتم اللقاء معاهم تاني، زودنا عدد العاملين في هذه الورش بقد ايه، بحيث ان احنا نظام التدريب وبناء القدرات يكون موجود بشكل مستمر، سواء على مستوى اداره المبادره او على مستوى اداره المشروعات الصغيره والمتناهيه الصغر. خليني اقول لحضرتك كمان انه معالي الوزير بيحضر لهؤلاء الشباب المعارض بتاعتهم على مستوى المحافظات، فعلى مستوى الشهرين اللي فاتوا في كل زياره لكل محافظه ايادي مصر زي ما حضرتك، ولدرجه ان سفارات اجنبيه بدات تخش معانا كمان في شراكات مع المحافظات انها يقوموا يعرضوا حاجاتهم واحنا نعرض حاجات منصه ايادي مصر، فده نوع من انواع التسويق. كذلك الامر فيما يتعلق بالبعد الافريقي، يعني الزملاء في الدول الافريقيه في المنتدى الحضري السابق طلبوا ان يكون ايادي مصر تبقى ايادي افريقيا، وطلبوا ان هو يحصل نوع من انواع التدريب والتاهيل للكوادر البشريه الافريقيه، وده بيحصل بالفعل. كسومو مثلا في كينيا كان المعرض هناك كانت ايادي مصر ممثله موجوده هناك، في المنتدى الحضري العالمي كان في بولندا من سنه ونص كانت ايادي مصر ممثله هناك، وبالتالي احنا في كل محفل من المحافل المحليه والدوليه ايادي مصر بتكون ممثلانا بشكل مشرف جدا جدا جدا. اكيد كل الشكر ليك الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث باسم الوزاره، شكرا جزيلا لحضرتك.